الثالث عشر والزملاء يتواصلون بالتعليق على الشوط القادم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم بهذه الانطلاقة بهذا الشوط الرابع عشر لجملة أشواط الفترة الصباحية، وهذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بالسودانيات الثنائية البكار والحول المنطلقة بهذه التحديات. 8 كيلومترات يا جماهير الأصالة، 8 كيلومترات هي المسافة المقررة لهن من قبل اللجنة المنظمة. يا محبين التراث وعشاق الأصالة في تحديات هذه السباقات الكبيرة. مشاهدينا الأعزاء، هذا اليوم الجمعة 22 من شهر نوفمبر لعام 2013 في التحديات بالانطلاقات، المركز الأول. يا الله، معركة على المركز الأول، معركة في مقدمة هذا الشوط وشوط السودانيات، أشواط المعارك، وهذه أشواط المعارك الكبيرة. الله، يا معركة تعود ملكية معركة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني المضمر السيد حمد بن عبد الهادي بن هلير الغفراني. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، شوفوا المركز الثاني، شوفوا المركز الثاني يا أبو حمد، المركز الثاني، شوف اللي في المركز الثاني. وهذه عهد اللي اوتوب. المركز الخامس ايها الاعزاء، القدوم من عهد لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني. يا سلام، ولكن معركة ما زالت تتسيد هذا الشوط. يا متابعين، يا عمالقة، يا محبين شعار فهد بن سيف، شعار المحترف يتقدم مشاهدينا الاعزاء ليختطف المركز الخامس. الشوط وين؟ المعركة يا متابعين. يا سلام، ما زالت معركة هي سيدة الموقف، ولكن حيلة حيلة حيلة، وأيضا وصول من شعار المحترف الفهدى فهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، وشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. وإليك الكلمة زميلي يزيد، أتمنى لك التوفيق في هذا الشوط المكتظ بالأسماء القوية. مشاهدينا الأعزاء، معركة تسيطر إلى هذه اللحظات، الكيلومتر الأخير، وهذه المعركة الكبيرة، وهذه المعركة القوية، وهذه المعركة المبدعة، معركة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. الله، الفهدى قادمة، فهد بن سيد بن محمد آل بوسعيد الخيارين، أيضا حيلة قادمة بشعار السيد زيد بن أحمد بن زيد الشريف. المعركة بدأت في هذه اللحظات بقيادة معركة، دقة طبول المعركة في هذه اللحظات. الله، العنود بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، مزعج المضمرين. الله 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 الله، المعركة ثلاثية، المعركة رباعية في الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للسودانيات. لمن أشوف معركة بدون أي تعليمات إلى هذه اللحظات. توق وعهد، عهد في مقدمة الشوط عند الوعد مع الكيلومتر الأخير. الشوط وين؟ التحدي وين؟ النزاع وين؟ الشوط الرئيسي لمن؟ هل سوف يذهب من صالح هذا الشعار، أم يذهب إلى صالح شعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، أم إلى شعار زيد بن أحمد الشريف، أم إلى شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، أم إلى شعار بن ديلة؟ ولكن عهد، عهد، وانطلقت عهد، انطلقت عند العهد والوعد. مالك الأصايل، مالك الأصايل، ومنجم الأصايل، شعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. الله، المضمر حمد بن عبد الهادي بن هلي الغفراري. الله الله الله، الشوط الرئيسي ذهب بشعاره، الشوط الرئيسي ذهب بهذا الشعار الممتاز. عهد وشوق ورمعه ودمعه ومعركه، كله لهذا الشعار الاصيل، كله لهذا الشعار. الله، سلام 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 عليكم يا اهالي هذا الشعار، وين ما يسكن، وين ما يسكن شحالي، شحالي الفوز. وهذه عهد فازت في العهد، فازت بالوعد، وفازت كالرعد. تهارينا والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني. الشوط الرئيسي يرافق هذا الشعار، والشوط الرئيسي يرافق بن هليل. مشكور يا بن هليل الغفراني على هذا الانجاز. المركز الثاني وصل به، وصلت حيلة على المركز الثاني للسيد زيد بن احمد بن زيد الشريف. المركز الثالث شعار بن ديله مع بلشة علي بن زيد الشيبه بن ديله. المركز الرابع وصلت بها صحراء للسيد مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري. المركز الخامس
وصلت هنا. وصلت الجزيرة لسالة بن حمد بن جهويل المري. مشاهدينا الأعزاء تشاهدون عهد في هذا اليوم وبهذا الشوط الرئيسي الخاص بالسودانيات، فاز به شعار سعادة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني. تهانينا للمضمر عبد الهادي حمد بن عبد الهادي بن الهيل الغفراري، أشكرك على هذا الإنجاز الذي يسجل ضمن تواريخك وضمن إنجازاتك وضمن سجلاتك. تهانينا والناموس. توقيتها الزمنية 14 دقيقة 15 ثانية و 32 ثانية، 32 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار ولمحبينه. المركز الثاني حيلة، وصلت بالمركز الثاني لسيد زيد بن احمد بن زيد الشريف، 14 دقيقة 17 ثانية، 56 جزء من الثانية. تهانينا ايضا للشريف على حصوله على المركز الثاني، وصلت بالمركز الثالث. ومن فازت بمركز متقدم ألا وهي بلشة لعلي بن زيد الشيبة بن ديلة. توقيتها الزمني 14 دقيقة 23 ثانية و14 جزء من الثانية. مشاهدينا الأعزاء الشوط الرئيسي ينطلق آخر، ولكن برفقة الزميل